فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تركي لأكل اللحوم المستوردة؟ يقول: هل تركي لأكل اللحوم المستوردة خوفا من أنها لم تذبح على الطريقة الإسلامية، هل يعد تركي هذا من الوسواس أم أنه من اتقاء الشبهات؟ من اتقاء الشبهات، فيها اشتباه ذي، لأنهم ما يذبحون الذبح الشرعي، يذبحون ذبح جماعي، يذبحون ذبح جماعي أو يذبحون بالماء الحار ثم يقطعون رؤوسها بعد ما تموت، هذا كله يذكر عنه، فهي مشتبهة، فكونك تتركها هذا من ترك المتشابه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.